الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. مثل جيب من الحلقات اللي فاتت ان الاربي دي عبارة عن object، وفي جافا سكريبت الاوبجكتس ديت يا جماعه بيبقى لها حاجتين مهمين جدا تاخد بالك منهم، بيبقى لهم حاجه اسمها بروبرتيز وحاجه اسمها ميثودز، وان شاء الله باذن الله هنحاول نقصر المفاهيم ديت واحنا ماشيين. البروبرتيز يا جماعه دي عباره عن عباره عن خصائص للاوبجكت، يعني معلومات ميتا داتا عن الاوبجكت ده، زي ما بتقول مثلا العربيه ديت لونها احمر اهو، ده بروبرتي من ضمن البروبرتيز اللي بتميز الخاصيه اللي بتميز العربيه، فعباره عن ديسكريبشن بمثابه وصف او ميتا داتا عن العربيه. الامر ده زي كده بتكون في جافا سكريبت. البروبرتيز بتاعه جافا سكريبت بتكون عباره عن ميتا داتا انفورميشن اباوت اوبجكت، عن الاوبجكت ده. طيب الميثودز او الطرق في الترجمه العربيه تقدر تقول عنها ببساطه انها عباره عن فانكشنز بس بيلونج طول الاوبجكت، يعني فانكشنز خاصه به او فانكشنز بتطبق على الاوبجكت ده بس. فده الفرق ما بين مصطلح ميثود ومصطلح بروبرتي. يبقى البروبرتي عباره عن ميتا داتا بتوصف الاوبجكت، لكن الميثودز دي عباره عن فانكشنز بتطبق على الاوبجكت، فبالتالي ممكن تحدث نوع من انواع التغيير على الاوبجكت ده. حلو، راح نعرف مصفوفه array تمام var color بتساوي فيها اربع الوان، تمام، فيها red و green و yellow و black. وبعدين رحت مستخدم console log وكتبت بقى ايه كلمه before علشان اظهر لحضرتك الكلمه بتاعت before، وبعدين ايه الكومه دي بتدي لي السهم ده، ها، علشان تفرد لي العناصر color وكل عنصر بالاندكس بتاعه. انا لو شلت الكومه وعملت زائد تمام وعملت كنترول اس هتلاقي ان العناصر اتفردت كده بيفور وبعدين ريد وجرين ويرو وبلو، علشان كده انا ايه ده الفرق ما بين الكومه وما بين اني احط زائد، فالكومه هتعمل لي كنترول في اني اظهر ايه الاندكس بتاع العناصر 1 و2 و3 والكلام ده. حلو يا جماعه، جميل خالص. علشان ننادي خلينا نبدا بخصيه الاول، نبدا بالبروبرتيز وبعدين هنمشي ان شاء الله باذن الله في باب من الميثودز. علشان ننادي على اي خاصيه في اي اوبجكت في جافا سكريبت بنعمل ايه؟ بسيطه، كل اللي احنا بنعمله اننا بننادي على الاوبجكت نفسه في الاول. حلو، يبقى بننادي على الاوبجكت نفسه في الاول، يا اوبجكت انت، يعني يا اري انت، يا فاريبل انت، كده يعني تمام، على حسب نوع الاوبجكت اللي انت شغال عليه. بننادي على نوع الاوبجكت الاول وبعدين بنضيف نقطه، بيريود نقطه، بانكتويشن نقطه، ها، يبقى الاوبجكت وبعدين نقطة وبعدين نحط الخاصية اللي احنا عايزين نشتغل عليها او نمنتج عليها في الكود، تمام؟ خلونا نصحي السطر ده كده عشان نشوف الفكرة، تمام؟ انا قلت كونسول لوك وبعدين رحت مستخدم الكلمة array length ديت للدلالة على اني انا عايز انادي على، يعني النص ده انا عايزه، يعني ده مش تبع الكود، اللي انا اقصده في الكود اهو color.length. يبقى الكلر ده الاوبجكت نفسه، ورحت مستخدم بانكتويشن النقطه، ورحت مستخدم الخاصيه اللي اسمها لينجس. يبقى ده معنى ايه؟ ان انا عايز اظهر الطول بتاع مين، ها، عايز اظهر الطول بتاع الكلر. حلو، فالكلر دي فين؟ الكلر دي عباره عن الاري. حلو، خلونا ننوم السطر ده كده او لا خلينا نشوف الفرق ما بين الاثنين بيفور وافتر. عملت انا كنترول اس يا جماعه، هلاقي بص ادي بيفور ده السطر الاولاني اللي هو بيظهر لي المصفوفه بعناصرها، الثانيه الاري لينث راح كاتب لي كلمه اربعه لاني عدد الطول ده بمثابه عدد العناصر بتكون موجوده في الاري دي، وده عباره عن 1 2 3 4. ده التطبيق لموضوع البروبرتي، يا رب يكون معنا واضح. ندخل بشكل مباشر بعدين عن الميثود، تمام، عن الميثود يا جماعه وهنتكلم عنها بنوع من انواع التفصيل ان شاء الله باذن الله في السيريز اللي جاي، لكن احنا حابين ندي زي نظره كده عن الميثودز اللي بتشتغل مع الاري، وان شاء الله باذن الله هناخد الميثودز البسيطه في حلقه اليوم، وربما تكون حلقه المره اللي جايه مور كومبليكيتد شويه فيها حاجات ادفانسد. عن الميثود ممكن اننا نعتبرها انها عباره عن برامج صغيره بنستخدمها علشان ننفذ امور معينه على الاوبجكتات بس، يعني انا كنت قلت انها فانكشنز، تمام، يعني بس فانكشن بتشتغل على الاوبجكت بس، فانت عارف زي الامر ده بيدي لك كنترول في الاوفر في الفلو بتاع البرنامج تبعك، ان يكون معاك ميثودز على الاوبجكت بس غير الفانكشنز اللي بتشتغل اللي ممكن يكون الاوبجكت ده جزء منها، عارف انت، فبالتالي الامور بتبقى معاك ستاند واضحه وممكن تعمل حاجات كتير جدا بجافا سكريبت.
حلو خالص. علشان نستخدم ميثود على اوبجكت نعمل ايه بقى؟ في بسيط نفس اللي احنا استخدمناه فوق ممكن نستخدمه تحت بس بشكل مختلف شويه. بنعمل ايه يا جماعه؟ في الاول بننادي على الاوبجكت ده جميل، وبعدين بيريود نقطه بنكتويشن بنحط النقطه، وبعدين اسم الطريقه اللي احنا عايزين نختارها من بين مجموعه من الطرق، وهنحاول نوصل المفهوم بتاع مجموعه الطرق بامثله مختلفه في حلقه اليوم. وبعدها بعد الطريقه بنحط البرينثيز الاقواس الكيرلي الاقواس الدائريه دي. فلارب ليه بقى بنحط الاقواس الدائريه؟ لان احيانا في ميثودز معينه بتشتغل عليها ارجومنتس، يعني بتتحط جوا منها داتا بتعمل دايركتنج للمسار بتاع الفانكشن، اقصد المسار بتاع الميثود ديت يا جماعه. حلو، خلونا بقى انا هنقوم السطر بتاع لوج ده واخلي بيفور معايا دايما. انت عارف ان بيفور معاك دايما هتحاول تقارن، انت ادي بيفور موجوده معاك فانت هتقارن ما بين بيفور وما بين افتر اللي جاي على طول. اول ميثود راح نستخدمها ان شاء الله باذن الله بتكون عباره عن ريفيرس. اهو انا عملت ايه؟ انا كتبت اسم الاوبجكت اللي هو كلر، ده اللي هو عباره عن ايه؟ ده عباره عن الاري، ها، ورحت حاطط نقطه، ها، وبعدين رحت مستخدم ريفيرس، ده ريفيرس دي الميثود، وبعدين رحت مستخدم الايه برينثيسيس او الاقواس الدائريه دي، ها، ورحت عامل سيمي كولن. وطبعا عشان يعني انا كده كتبت الميثود على الفانكشن، كتبت الميثود على الاوبجكت كلر، لكن محتاج امر اخراج عشان اوضح لحضرتك الفرق ما بين الاثنين. فرحت مستخدم كونسول دوت لوج وافتر والكلر بس بعد ما طبقت عليها الريفرس. فبالتالي انت عندك بيفور وعندك افتر علشان تقارن ما بين الاثنين وتستكشف بقى الميثود ريفرس دي بتعمل ايه. وانا بمجرد اني هعمل كنترول اس انت هتستكشف اللي حصل. ادي بيفور ريد وجرين ويلو وبلاك، وافتر بلاك ويلو وجرين وريد. يعني من المنطقي جدا ان ريفرس يا جماعه كالعاده وزي ما هو واضح بتعمل ريفرس، يعني بتعكس العناصر بتاع الاري، يعني الاول بيكون في الاخر والاخر بيرجع في الاول. فبالتالي بلاك بعدين يلو بعدين جرين بعدين ريد. جميل جميل. نيجي للميثود الثاني، هننوم السطر ده ونصحي السطر ده. هنستخدم يا جماعه الميثود اللي اسمها شيفت. طيب انا كل استخدامي ليها بشيفت بس مش اكتر. لو انا عملت كنترول اس فيك تشوف شيفت بتعمل ايه. انا ماشي بيفور. حلو، شيفت بقى انا عندي جرين وبعدين يلو وبعدين بلاك. يبقى هي عملت ايه شيفت يا جماعه؟ شيفت اكزاكتلي يا جماعه، شيفت دي بتحذف اول قيمه من الاري، يعني حذفت لي القيمه ريد ونزلت لي جرين وبعدين يلو وبعدين بلاك. حلو جميل. نعمل ننوم السطر ده ونعمل كنترول اس ونرجع عليه. الان شيفت من واضح ان الان شيفت من اسمها انها بتحاول تعمل ان شيفتنج للقصه ديت. حلو، فالان شيفت بقى واخده ارجومنت، ها، يعني انا كتبت حاجات معينه، الارجومنت اقصد بها الحاجات اللي بتتحط جوه الاقواس يا جماعه جوه البرينثيسيس، ها، انا كتبت فيها بلو وبينك، حطيت قيمتين وما بينهم وبين بعض رحت حاطط سيمي رحت حاطط كوم معايا. انت انا اعمل كنترول اس هتشوف الفرق. افتر عملت ايه؟ حطيت لي بلو وبينك وبعدين ابتدت ريد وبعدين جرين وبعدين يلو وبعدين بلاك. ها، يبقى الان شيفت دي بتعمل ايه بمنتهى البساطه؟ الميثود ان شيفت بتضيف العناصر اللي انت حطيتها ما بين الاقواس لمقدمه الاري، يعني كل اللي انت حاطه ده هيتحط بنفس ترتيبه بس قدام الاري. ها، يعني ايه؟ البلو هتلاقي اول عنصر وبعدين البينك، ها، البينك رقم واحد، وبعدين الريد اللي هو اول عنصر فين؟ اول عنصر في الاري من فوق بيجي العنصر رقم 3 للاندكس بتاعه 2، فاهمني؟ فده اللي بتعمله الخاصيه ان شيفت، وده بتاخد ارجومنت العناصر اللي انت عايز تضيفها فبتاخد ارجومنت. حلو جميل. نرجع بكنترول اس ونتكلم عن ريفرس، او يعني انا ما اقصدش ريفرس اي، يعني انا هعكس القصه. ها، حلو، خلونا نقول نتكلم عن الميثود اللي جاي اسمه بوب، بي او بي، وبي او بي اكسبكتد ريد جرين يلو، ان هو ايه حذف لي البلاك، فده بيحذف اخر ايتم في الاري بعكس العنصر اللي بيحذف اول ايتم في الاري اللي هو بيكون عباره عن العنصر شيفت او الميثود شيفت. جميل، خلينا ننوم السطر ده ونرجع نستخدم البوش كالعاده. يعني تمام، انا كنت بقول ان في الان شيفت بضيف عناصر لمقدمه الاري، في البوش بقى انا عملت كنترول اس هلاقي اني ادي ريد وجرين ويلو وبلاك وبعدين ماجنتا وجولد، دولت الاثنين اللي في الارجومنت ودولت اللي اتضافوا بس فين؟ في اخر الاري. فبالتالي هتلاقي ان القيمه 4 ماجنتا والقيمه 5 جولد اتضافوا على القيم الاساسيه للاري. فبالتالي انت بتحاول تضيف بس ايه متاخر شويه في نهايه الاري يعني. تمام كده، ده بالنسبه للميثود بوش.
حلو. لو انا هاخد اخر واحده اللي هي بتكون عباره عن السبلايس، وده ده معناه او مفاده يعني قبل ما ندخل في الشرح التقطير بتاعه، بنقول لو انت محتاج تحذف عناصر معينه في نص الاري مش في الاول ولا في الاخر، ممكن تستخدم الميثود سبلايس دي. تمام. والميثود سبلايس ببساطه بتحاول تعمل ايه؟ خلينا نعمل كنترول اس كده، او ماشي خلينا دي ليها اتنين ارجومنت في الاول. تمام، ليها اتنين ارجومنت، يعني ادي اول واحد وكوما وده الثاني. انا فوق ما كنتش محكوم بارجومنتس معينه، انا بقول لك حط قيم زي ما انت عايز، حط كوما وحط الكلام اللي انت بتحطه كله هيتضاف، لكن هنا في اتنين ارجومنت ثابتين يا جماعه. تمام، الارجومنت اقصد بيها الحاجات اللي بتتحط جوه الاقواس اللي بتتفتح، البرنتسز اللي بتتفتح لما بكتب لما بكتب الميثود، فاهمني؟ تمام، دي ليها اتنين ارجومنت اللي هي السبلايس. حلو جميل. الارجومنت الاولاني بيكون عباره عن السيشن، الارجومنت الاولاني اللي بيكون عباره عن السيشن، وده الايتم اللي انت عايز تبدا من عنده مساله مين؟ مساله الحذف. ده بالنسبه للسبلايس. ها انا ما بتكلمش عن الارجومنت سيشن، بس انا بتكلم عن الارجومنت سيشن اللي موجود في السبلايس. هي المفروض ان الارجومنت سيشن الايتم الاولاني اللي انت عايز تبدا من عنده، ها تبدا من عنده ايه في السبلايس؟ بتبدا من عنده الحذف. يعني ايه؟ يعني بص الاري دي بتاعتي انا فيها ريد وجرين ويلو وبلاك الاربعه، صح كده؟ انت عايز تبدا الحذف من فين؟ عايز تبدا الحذف من العنصر الثاني، فحلو ادي زيرو وادي واحد، يعني من عن يعني الاندكس بتاع او العنصر هيكون عباره عن ايه؟ انت هتبدا الحذف من عند العنصر رقم اثنين اللي هو ايه؟ جرين. حلو كده؟ مش الاندكس بتاعه اثنين، لا رقم العنصر. ها جميل. يعني انا بنادي بارقام العنصر، يعني ده واحد وده اثنين، يعني من عند جرين. حلو. وبعدين الارجومنت الثاني، الارجومنت الثاني بيكون عباره عن النمبر اللي هو ايه؟ اللي هو عدد الايتمز اللي انت عايز تعمل لها ريموف من بعد ما انا عرفت انا هبدا من فين. يعني انت هتبدا من فين؟ من جرين، يعني هتسيب جرين. حلو. عايز تحذف كام واحد؟ هتحذف واحد بس. حلو، خلينا نعمل كنترول اس كده ونشوف. فبتلاقي ان هو ريد موجوده وجرين موجوده، وراح حذف لك كيلو ونزل لك بلاك. ليه؟ بالراحه كده، لان انت لو نفتح الاثنين ونشوف القصه، انت قلت له ان انت عايز تبدا من العنصر رقم اثنين، ففين العنصر رقم اثنين؟ اللي هو الجرين. حلو، فخلي لي الجرين، خلي لي الجرين. ممتاز، جميل. خلي لي الجرين، فخلى لك الجرين. طب بعدين انت يعني انت هتبدا من عند الجرين، عايز تحذف كام عنصر من عند الجرين؟ عايز احذف عنصر واحد بس، فراح جايب لك ريد وجرين وراح حذف لك اليلو اللي هو العنصر الاول عنصر بعد الجرين، وراح منزل لك بلاك. بمعنى كده لو انا حطيت مثلا اثنين وعملت كنترول اس مش هتلاقي بلاك. حلو كده. بمعنى كده لو انا حطيت مثلا واحد وعملت كنترول اس اكسبكتد ان هو يبدا من انت هيبدا لك من اول ريد ويحذف لك عنصرين اللي هو الجرين ويلو، ها، وبعدين يسيب لك بلاك وهكذا. ده بالنسبه ليه؟ ده بالنسبه للخاصيه سبلايس. دولت شويه ميثود بسيطه، راح ان شاء الله نحكي في مور ادفانسد ميثودز في الحلقات اللي جايه. يا رب نكون طولنا عليكم الحلقه تكون بفايده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.